حبيبي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم الخير. اليوم بإذن الله نتكلم عن 4 علامات بتوفيق الله عز وجل في تجديد السحر، فما هي وكيف نفصلها بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نفهم جيدا ما يدور وما يقع في أواخر شهر رمضان من السحرة من أعداء الله عز وجل، وكيف يدمرون الناس وكيف يفتنون الناس بسحرهم. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك من خير. من أقوى العلامات أحبابي الكرام هو السحر المأكول الذي يصاب به الإنسان في أواخر رمضان، نسأل الله السلامة والعافية. كلنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم صفدت الشياطين ومرضة الجن. هنا حتى هنا متفقين ومزيان بإذن الله عز وجل. غادي نمشيو نتكلموا على خدام السحر اللي هما كاينين معنا في رمضان. خدام السحر اللي هو موكل بعمل لك أخي، بعمل لك أختي، في الوساوس وفي القلق وفي المشاكل النفسية وفي المشاكل العصبية. خلي بالك معايا مزيان وعارفين شنو غنقول لك. اول علامه واول شيء اللي كيوقع في اواخر، كنتكلم على الاواخر ديال رمضان، في تجديد السحر وتقويه السحر واعاده العهود مع الجن والشياطين حتى ينال من المسحور، هو حينما تريد باذن الله عز وجل ان تتمم يومك بالصيام. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منك الصيام. هو يأتيك مغص في المعدة ويأتيك ضيق في الصدر ولا تستطيع لا تستطيع أن تصلي المغرب أو تسمع القرآن، ولا تستطيع أن تصلي العشاء والتراويح وأن تسمع القرآن. فحينما تريد أن تصلي العشاء أو التراويح أو المغرب تأتيك رجفة، يأتيك تنقول إحنا كتجيك السخفة، لأن نحن في هذا الميدان نعلم أسرار الجن والشياطين بتوفيق الله عز وجل. الأمر خطير يا أخي الكريم، الأمر جد خطير، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا الخير. تأتيك مثل التنمل في الأطراف وخصوص الأطراف السفلية، لأن الساحر في رمضان ما بماذا يعمل؟ يعمل بالجن السفليين، يعمل بالجن السفليين حتى يؤذونك في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك. فقلنا العلامة الأولى أخي الكريم هو مغص في المعدة، مغص في المعدة، نسأل الله تبارك وتعالى يشفيك. العلامة الثانية يأتيك عياء شديد جدا حتى أنك لا تتقوى عن الأكل وعن الشرب أو حتى الذهاب لصلاة التراويح، في العلامة الثانية. العلامة الثالثة وهو تأتيك الأحلام بالجن والشياطين رغم الفكر الذي تقول أنت ولا أنا ولا الأخ والآخر أنهم مصفدون، فالشياطين المصفدة هم المرضى وكبار الأباليسة، أما الجن وخدام السحر وخدام العين وخدام الحسد فهم معنا لأنهم يعملون العمل ويعني مكلفون بأعمال. في العلامة الثالثة أن تأتيك أحلام أخي أو تأتيك أحلام، نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة. في العلامة الرابعة هو دائما ما تأتيك مثل تقول حتى تقرع أو التشجع في المعدة، ودائما تأتيك الأعصاب في المعدة والوساوس والقلق. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياك من خير. سنعمل رقية بإذن الله عز وجل، لعل الله تبارك وتعالى يشفيك ويعافيك ويبعد الشر عنك، إنه ولي ذلك القدر عليه. ضع السماعات في الأذن ثم استمع إلي بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الرقية القصيرة. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله يبطل سحر تجديد في أواخر رمضان بسم الله يبطل كل سحر جددوا بسم الله يبطل كل سحر جددوا بسم الله يبطل كل سحر جددوا بسم الله يبطل كل سحر تجديد بسم الله يحرق خادم السحر والعين 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 اخوتي الاحباب الله يشفيكم والله يعافيكم والله يبعد منكم الشر هذه رقية تشخيصية حاول تكررها باذن الله تعالى ونطلب الله التيسير السلام عليكم